سيدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث. واحد الشكل اللي هو مسطره لا داخل واحد المنزل اللي هو اي سقوط ديال المواطنين كتاكيد الحياه والسلامه ديال هذه المنازل هي منازل أيلة للسقوط يعني راه هذا الشيء هذا الجهات المسؤولة بالتدخل يعني الناس المسؤولين المؤسسات المسؤولة على هذا القطاع تدخل باش انها تحل هذا المشكل هذا. مشاهدي تنبيه واخبار ديال المنازل الى السقوط واللي كنتمنى انه تكون باش الله يستر ما توقعش.